ينضم إلينا من حائل موفدنا أحمد العلكمي. مرحبا أحمد ومساء الخير مرة أخرى. نعم، في اليوم الثاني من هذه الزيارة الكريمة وفي ختامها تقريبا، ماذا بودك أن تضيف؟ نعم محمد، لم أسمعك جيدا، لكن هنا في حال البهجة والفرحة والسرور لازالت مستمرة بهذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين، الزيارة الملكية التي كانت قبل ساعات من الآن بحفل تتويج لعدد من المشاريع لأهالي منطقة حائل. الفرحة والبهجة متواصلة بهذه المشاريع، والسؤال أيضا عن أهمية هذه المشاريع والبحث أيضا عن أماكنها وكيف ستنفذ وما هي الخدمات التي ستوفرها للمواطنين وكذلك القطاعات المهمة التي تحتويها هذه المشاريع. كما توقع وبكل تأكيد ذكر في النشرة عدد هذه المشاريع التي تجاوزت 250 مشروع بتكلفة تتجاوز 6 أو 7 مليارات ريال، شملت عدد من القطاعات التعليمية والسياحة والآثار وقطاع الطاقة والنقل وكذلك البلدية، وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعادة تهيئة كثير من المنتزهات والحدائق، وأيضا قطاع التعليم القطاع المهم في هذه المشاريع والذي لا يقل أهمية عن كافة المشاريع التي تم تدشينها من قبل خادم الحرمين الشريفين هذا اليوم في منطقة حائل خلال هذه الزيارة الملكية. لعلي أذكر هنا أن الأجواء جميلة ورائعة، خصوصا في الليل تميل إلى البرودة قليلا، وأيضا السماء صافية، الجو جميل ورائع هنا في حائل. محمد وكذلك المشاهدين، أرحب في الدقائق القادمة بضيفي الدكتور فهد البكر، وكيل كلية الآداب بجامعة هائل. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا، وأنا سعيد جدا باللقاء معكم وتعبير عن المشاعر الجياشة التي تغتمر جميع شعب المملكة عامة وحائل على وجه الخصوص. أهلا بك دكتور فهد، سعداء بوجودك معنا في هذه التغطية، ولعل أيضا الحديث معك عن مشاعر الأهالي والمواطنين، كيف قرأت من خلال هذه الزيارة لخادم الحرمين الشريفين؟ نعم، هي حقيقة مشاعر الفرح والغبطة والسرور، كانت البارحة ليلة سعيدة جدا ونحن نرى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يشرفون حفل أهالي منطقة حائل. الجبال تهتز وتتراقص وتغني وتفرح طربا للقاء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأصحاب السمو والأمراء المرافقون معه، جميعنا سعيدون بهذه الأجواء الجميلة. كانت ليلة من أسعد الليالي، واليوم هذا يوم بهيج جدا الذي يفتتح فيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، يفتتح جملة ورزمة وحزمة من المشاريع التنموية في البلد على مستوى الصحي التعليمي الثقافي العسكري النقلي، يعني مجموعة من الخدمات التي حقيقة أسعدتنا جميعا. نعم دكتور فهد، هذه المشاريع شملت التعليم وكذلك الطاقة وعدد كبير من القطاعات، وزارة النقل وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية. أهمية هذه المشاريع في تنمية حائل وكذلك في رفض الاقتصاد الوطني؟ لا شك هي مشاريع جبارة وسوف تنقلب وتنعكس إن شاء الله على الإنسان وعلى المكان. ولعلي أذكر من هنا بحكم التخصص في جامعة حائل، أذكر الدعم اللامحدود والغير منقطع والمتواصل لجامعة حائل. يعني اليوم سمعنا مثلا على مستوى ثلاث كليات، كلية الطب وكلية الهندسة والعلوم الصحية التطبيقية، يعني دفع فيها تقريبا ما يعني يقارب النصف مليار، وهذه طبعا لا شك تنعكس على الإنسان وعلى الطلاب وعلى أبناء البلد. وإن شاء الله نحن مقبلون على تنمية إن شاء الله متطورة ومتقدمة بحول الله تعالى. إذا تسمحون لي فقط، هناك أبيات شعرية بحكم التخصص طبعا قدموها. تفضل. نعم، أقول فيها: أشرقت فينا فغنى الليل مبتهجا، نض الظلام بوجه بدد الحجب، يا قائد الحزم اصعد للعلا ألقا، دعنا بك اليوم نرقى النجم والشهب، واشمخ بنا فوق ظهر الغيم محتفيا، يا قائد العزم كم أعليتنا رتبا، منحتنا الخير دفاقا بلا ملل، ودمت فينا كنخل ينثر الرطب،
أسقيتنا الفخر كأسا لا مثال لها، وظلت فينا سحابا يمطر الذهب. يا سيدي مرحبا، يا سيدي مرحبا في القلب منزلكم، تشريفكم حفلنا مجد قد انكتب. يا سيدي مرحبا والشعب يتحفكم، في حائل الخير قد غنى لكم طربا. طربا، صح لسانك، يعطيك العافية دكتور فهد البكر وكيل كلية الآداب بجامعة حائل، شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا والله يعطيكم العافية. إذن محمد ومشاهدينا الكرام، هذه هي مشاعر المواطنين هنا في حائل، وابتهاج بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهو يزور نعم. هذه المدينة الجميلة والرائعة بما تحتويه من تراث وتاريخ. مشاعر الأهالي أيضا كبيرة والفرحة عامرة بهذه المشاريع التي تم تدشينها، كما ذكرنا مشاريع متعددة في قطاعات نعم. كثيرة. سنرصد لك محمد مشاعر المواطنين وأيضا هذه المشاريع تفاصيلها بإذن الله خلال النشرات القادمة، وكذلك بكل تأكيد خلال تغطية الإخبارية في الساعات والدقائق القادمة. شكرا لك محمد. أحمد العلكمي مفدونا من حائل، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.